النهارده ان شاء الله هنكمل ريفيجن فيرست سكندري فيرست تير، والنهارده ان شاء الله هنركز على الجيومتري. المساله اللي عندنا بيقول لي عندي اي بي سي تراينجل رايت ات اي، والاي دي بيربنديكولار على البي سي، الاي بي 15 والدي سي 16. طالب مني اجيب اللينس بتاع الاي دي. احنا خدنا قبل كده في تاني اعدادي يوكلوديان سيرم، ادي عندي تراينجل وعندي دوان بيربنديكولار، فانا قلت قبل كده لو عاوز اجيب الاي بي باور 2 فكنا بنقول الاي بي باور 2 كنا بنقول القريبه في البعيده، اللي هي مين القريبه اللي هي البي دي، والبعيده اللي هي مين البي سي كلها. تمام. طب انا لو عاوز اجيب الاي سي باور 2 فبرضه كنت بقول عشان اجيب ده باور 2 فبقول القريبه بقى القريبه من السي اللي هي مين سي دي تايم البعيده اللي هي الهايبوتنس الكبير خالص اللي هو مين السي بي. طب عاوز اجيب الاي دي اللي في النص لو اي دي باور 2، فعشان اجيب الاي دي باور 2 القريب الدي بي والبعيده الدي سي كنا بنقول الدي بي تايم الدي سي. وكان في ممكن اجيب الاي دي مره واحده من غير باور 2، فلو عاوز اجيب الاي دي بس فبعمل السايد تايم السايد ديفايدد البيس اللي هي الهايبوتنس، فالسايد هنا اللي هو الاي بي كنا بناخد فراكشن بار تايم السايد التاني اللي هو الاي سي اوفر الهايبوتنس ده كله اللي هو مين السي بي. يبقى تاني اي بي باور 2 بي دي بي سي اي سي باور 2 سي دي سي بي اي دي باور 2 دي بي دي سي. ولو عاوز اجيب الاي دي بس من غير باور 2 فبعمل السايد تايم السايد ديفايدد الهايبوتنس، يبقى اي بي تايم الاي سي ديفايدد الاي السي بي كلها. نكمل بقى المساله اللي معانا. المساله هنا بيقول لي عندي ده 115 وده 116 وعاوز اجيب الاي دي، ممكن نسمي ده اكس. تمام. يبقى انا عندي ده الاي بي باور 2 ايكوال القريبه اللي هي نسميها اكس تايم البعيده اللي هي دي كلها اللي هي اكس بلس 16. طب الاي بي بكام؟ 15. يعني عندي 15 باور 2 ايكوال هنفك هنا تبقى اكس باور 2 بلس 16 اكس. الخطوه اللي بعد كده هنخليها اكس باور 2 بلس 16 اكس، دي هتطلع ماينس 225، كل الكلام ده ايكوال 0. نعملها بالكالكوليتر. يبقى بالكالكوليتر هنعملها فاكتورايز، او هنا ده اكس واكس 225 اللي هو 9/25 الكبير بوزيتيف وهنا نيجاتيف. تمام. هنا النيجاتيف 25 ريفيوزد، يبقى هنا الاكس ب 9، يبقى انا كده جبت الاكس ب 9. عاوز بقى اجيب الاي دي ممكن بكذا طريقه، ممكن اجيبها من بايثاغورس في الترينجل ده سكوير روت 15 باور 2 ماينس 9 باور 2، ولو عاوز استخدم الكلوديان فاجيب الاي دي باور 2 القريبه في البعيده اللي هي 9 تايم 16 تدينا 144. يبقى الاي دي بس هنجيب الروت بتاعها هيطلع كام؟ يطلع 12 سنتيمتر. نشوف مساله ثانيه على نفس الفكره. قال لي الاي دي 2 روت 6 الدي بي اكس ماينس 1 الدي سي اكس بلس 1، وطبعا هنا دي رايت ولازم يكون بيربنديكولار. لو عاوز يكتب الستيب سينس ان الاي رايت والاي دي بيربنديكولار على السي بي، يبقى ذيرفور انا عندي بقى الاي دي باور 2 القريبه اللي هي الدي بي تايم البعيده اللي هي مين الدي سي، وهنعمل سبستيوشن هتبقى 2 روت 6 اول باور 2 ايكوال اكس ماينس 1 تايم اكس بلس ال1. هنفك دي هيبقى 4 باي 6 24 ايكوال الفيرست مع الفيرست اللي هي اكس بار 2 ماينس ال1، عشان احلها يبقى الاكس بار 2 هنودي دي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى 24 بلس ال1 هتدينا 25، منها الاكس هتطلع بوزيتيف ونيجاتيف روت 25. طبعا هنا الاكس ما تنفعش تبقى بالنيجاتيف، يبقى الاكس تطلع ايكوالز 5. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي تراينجل اي بي سي اي بي سي سيميلر للتراينجل اي دي اي، يبقى تراينجل دون سيميلر للتراينجل دون، ادينا دي 3 ودي 5 وهنا اكس بلس 4 وهنا 2 اكس بلس 3، وطلب مني ان انا اجيب الفاليو بتاعت الاكس. كان اول درس طبعا خدناه اللي هو في السيميلاريتي بتاع التراينجلز، فكنا بنقول الاي بي اوفر الاي بي بي سي سي اي اللي هي الامبريلا، كان الاي بي اوفر الاولاني هنا اللي هو الاي دي، وبعد كده البي سي وبعد كده السي اي. هنا نفس النظام اي دي دي اي اي اي، يبقى اي دي دي اي
EA وبعد كده بنعمل substitution. هو هنا اداني الـ EB في المسألة بكام؟ 2x plus 3 يبقى هنكتب هنا 2x plus 3 over الـ ED اللي هي x plus 4 وهنا x plus 4 equals الـ BC بكام؟ 5 over الـ DE اللي هي بكام؟ 3 وبعد كده بنعمل cross multiplication فبنعمل 3 تايم دون وال5 تايم اكسبريشن ده 3 باي 2 يبقى 6x 3 باي 3 9 equal 5x 4 باي 5 20 بنجيب الاكسات مع بعض تبقى 6x minus ال5x equal دي هتروح بالنيجاتيف 20 minus 9 6x minus x يبقى الx بس و20 minus 9 equals 12 11 سوري يبقى الإجابة في الآخر هتطلع 11. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي إن الدي إيه تانجنت للسيركل وهنا طبعا ده ديامتر هي مش تفرق قوي يعني بس ده المهم ده تانجنت هنا دي 3 والديامتر ده 9 فأنا عشان كنت أجيب الـ AD طبعا ده الـ application of similarity in circle فعشان كنت أجيب التانجنت زي الباور بالظبط فهنا عندنا كده بنجيب الـ DE باور 2 فهنا دون اللي هو الدي بي تايم اللي هو مثلا الدي سي كله يبقى الدي بي تايم الدي سي كله يبقى هنقول ايكوال الدي بي اللي هو 3 تايم الدي سي كله اللي هو 3 بلس 9 اللي هو 12 منها ان الدي اي باور 2 هتطلع 36 ومنها ان الدي اي بس هتبقى الروت بتاع 36 هيطلع 6 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده ادانا هنا 2 تراينجل وادانا هنا الانجل سي ايكوال الانجل بي وهنا دون الاي اي 3 كي والدي اي 6 كي وقال لي الاريا بتاع التراينجل اي سي اي الاريا بتاع ده كله 100 سنتيمتر سكوير وطلب مني الاريا بتاعت الدي اي بي تمام كده. انا هنا عندي في المساله الانجل دين قد الانجل دين والانجل ديان ايكوال ديان فيرتيكال اوبزيت انجل يبقى هستنتج ايه؟ هستنتج ان التو تراينجل دول ار سيميلر. نبتديها مثلا هنا بالانجل وبعد كده للتو اركس وبعد كده الاي ونفس النظام الانجل للتو اركس الدي يبقى نقول سي اي اي زي ما انا عايز يعني يبقى نقطه وهنا تو ارك وبعد كده الثالثه يبقى عندي كده تراينجل سي اي اي سيميلر للتراينجل الثاني اللي هو BED تمام. طالما هنا تراينجل سيميلر تراينجل يبقى انا كده عندي الاريا بتاعت التراينجل الاولاني اللي هو كان CEA اوفر الاريا للتراينجل التاني اللي هو BED فكنا بنقول ايه بقى لو الاثنين سيميلر يبقى الاريا بتاعت الاولاني اوفر الاريا بتاعت التاني عباره عن سكوير السايد الاولاني اوفر كورسبوندنج سايد التاني. طب هنا السايد اللي موجود السي اي موجوده والبي اي السي اي ولا البي اي موجودين يبقى هناخد بقى الاي اي والاي دي الاي اي موجوده والاي دي موجوده يبقى عندنا الحل هيطلع كام؟ هيبقى 3 الاي اي 3 كي اوفر الاي دي سوري الاي دي اللي هو 6 كي وطبعا طالما اريا واريا كنا بنعملها باور 2 تمام كده. طبعا الكي هتطلع مع الكي 3 اوفر 6 اللي هي هاف هاف باور 2 يعني دون طلع كورتر تمام كده. طب هو هنا اداني مين فيهم؟ هو عاوز يجيب الاريا اداني سي اي اي ب 100 يبقى نشيل السي اي اي ونحط 100 وطلب مني الاريا بتاعت البي اي دي اللي هو الجزء دون يبقى نحط تحت الاريا بتاعت البي اي دي وبنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الاريا اوف الترينجل بي اي دي 4 تايم 100 ديفايدد 1 وهتطلع 400 سنتيمتر سكوير. يبقى تاني المساله الانجل سي قد الانجل بي والجزء ده قد الجزء ده وان فيرتيكال اوبزيت انجل يبقى قلنا ايه سي اي اي سيميلر للبي اي دي تمام. وبعد كده طالما سيميلر يبقى الاريا بتاعت الاولاني اوفر الاريا للتاني فبناخد سكوير الكورسبوندنج سايد فده مش موجود خدنا الاي اي والبي والاي دي اي اي والاي دي وبعد كده ادانا واحده منهم ب 100 وده طلع بكورتر عرفنا نجيب الجزء اللي تحت اللي هو الاريا بتاعه البي
ED عملنا 4 by 100 divided 1 طلعت 400 سنتيمتر سكوير. السؤال اللي بعد كده ادينا هنا ال ED parallel CB طالما ده parallel ده وادينا هنا 4 وده 8 هو طالب من اجيب ال BC ده بكام. تمام كده. طبعا دي ليها كذا طريقة. فاحنا هنا عشان نجيب ال BC ديا اول حاجة ده وده parallel يبقى هستنتج ايه؟ هستنتج ان الترينجل AED يبقى الترينجل AED similar للترينجل ECB. تمام كده. ونحط بقى الكورسبوندنج سايد بتاعتنا ED AAE سوري ED DA هنا AC CB BA ونعمل سبستيتيوشن. ال AE بكام في المسألة؟ 4. ال AC اللي هي الجزء ده كله 4 و 8 12. ال ED ب 5 وهو طلب مني اجيب ال CB مش ضروري اكمل بقى يبقى ال CB 5 by 12 divided 4 5 by 12 60 divided 4 يبقى ادي 5 by 12 divided 4 وهتطلع في الاخر كام؟ 15 سنتيمتر. تمام. المساله دي احنا ممكن نحلها بطريقه ثانيه يبقى حلينا طلع 15. ايه بقى الطريقه الثانيه؟ احنا خدنا طالما دول انا عندي ده وده سيميلر سوري ده وده بارل بدل ما نقول ان هو سيميلر فانا عندي دون ده تراينجل صح؟ يبقى التراينجل ده سيميلر للتراينجل الكبير فانا ممكن اخد هنا البارت جزء اوفر التوتال. خدوا بالكم ان البارت دون ده جزء من التراينجل ده سايد في التراينجل الصغير يبقى لازم اخد سايد في التراينجل الكبير. يبقى هنا خدت في ده التراينجل الصغير خدت سايد يبقى خد التراينجل الكبير السايد الكبير اللي هو 12. طب هنا ده سايد في التراينجل الصغير 5 تمام يبقى هنا برضه هاخد سايد في التراينجل الكبير يعني كانها على طول 4 اوفر التوتال اللي هي 12 ايكوال السايد دون اللي هو 5 اوفر البي سي اللي احنا كنا عايزين نجيبها وعملناها كروس مالتيبلكيشن. تمام. حاجه ثانيه انا عندي دي الانجل دي كانت ب 90 او مش هتفرق يعني هو هنا يعني ما فرقتش قوي في المساله. طب دي قصادها ال 5 وهي هي قصاد البي سي يبقى هي كانت قصاد الاي دي وهي اوبزيت برضو للبي سي فاحنا ممكن نعمل بينهم ريليشن ونختصر في الحل بس المهم نكون فاهمين الطريقه. السؤال اللي بعد كده ادينا تو تراينجل او كوادريلاترال اي دي سي بي هنا في تراينجل وتراينجل وطلب مني اجيب الاي بي ترو كامل هو الجزء ده. تمام. انا هنا تراينجل ده تراينجل وده تراينجل فانا عاوز اشوف التو تراينجل اللي فيهم. طبعا احنا خدنا التو تراينجل بيكونوا سيميلر امتى؟ لما يكون 3 سايد او 2 انجل او 2 سايد اند انكلودد انجل. فاحنا هنا في انجل موجوده اللي هي الانجل دي وهنا في الانجل دي. تمام كده. يبقى انا هشوف الانجل دي فين السايد اللي هي انكلودنج بينهم هي بين مين؟ بين 6 وال 9 وهنا دي بين كام؟ بين ال 8 وال 12. تمام كده. يبقى انا المفروض هثبت ان التراينجل ده سيميلر للتراينجل فاخد السايد الصغير هنا في الاولاني اللي هو 6 واخد الصغير في الثاني اللي هو ال 8. طب 6 اوفر 8 بكام؟ 3 اوفر 4. طب هنا في اللي هو الاولاني اللي هو ده هاخد الكبير الثاني اللي هو كام؟ 9 وهنا الكبير الثاني في اللي هو دون ده كله انا باخد الانجل وباخد التو سايد اللي هي ايه انكلودد بتوين زيم برده طلعت 3 اوفر 4. تمام. وهنا عندي انكلودد انجل يبقى السايد بروبوشنال وانكلودد انجل يبقى انا اي اثبت بروف ذات وبروف ذات ان الاي ان تو تراينجل ار سيميلر. تاني ادي هنا عندي الترينجل ده والترينجل ده الانجل دي هي الانكلودد هاخد الصغير وادي الكبير وهنا الانكلودد الصغير والكبير السمول على السمول وبعد كده الجريتر على الجريتر طلع نفس الريشيو عند الانجل دي ايكوال الانجل اي سي بي يبقى ذيرفور التو تراينجل ار سيميلر. تمام كده. نبتدي بقى اللي عاوز يكتب الستيبس. طبعا ال 6 اللي هي كانت الدي سي اوفر ال 8 اللي هي السي بي وهي نفس النظام ال 9 اللي هو الاي بي الاي دي سوري اوفر ال 12 الاي سي هيقول له سنس ده ايكوال ده وميجر في انجل دي ايكوال ميجر في انجل اي سي بي يبقى ذيرفور الاثنين سيميلر. طب انا هكتب تو ترينجل ازاي عشان ما اغلطش؟ ادي الترينجل الاولاني ببتدي بقى من السايد الصغير السايد الانجل الكبير سي دي اي سيميلر الترينجل الثاني السايد الصغير الانجل الكبير بي سي اي وبعد كده اكمل المسألة عادي سي دي دي اي اي سي وهي نفس النظام بي سي سي اي اي بي وبعد كده اعمل سبستيتيوشن السي دي كان في المسألة ب 6 اوفر البي سي اللي هي ال 8 ايكوال الدي اي الدي اي ب 9 والسي اي ب 12 مش هتفرق قوي في المسألة. تمام كده. احنا عاوزين نجيب الحاجة اللي مش موجودة اخر حاجة الاي سي اللي هي كانت 12
والاي بي اللي هو طلبها مني في المساله. علشان اجيب الاي بي هعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاي بي او 8 تايم 12 ديفايد 6 معانا الكالكوليتر مفيش مشكله، في الاخر هتطلع كام؟ هتطلع 16 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ام بوينت اوف كونكرنس، اللي احنا كنا عليها بوينت اوف كونكرنس او بوينت اوف انترسيكشن اوف ميديان. هنا عندي تريانجل والام دي بوينت اوف كونكرنس، عايز اجيب الريشيو بتاع بين الدي ام اللي هو الجزء ده والبي سي ده كله، تمام كده. احنا برضو خدنا في تاني اعدادي لو عندي تريانجل زي كده، التريانجل ده اسمه اي بي سي، وهنا عندي الاي دي ده كان ميديان، وهنا الام بوينت اوف كونكرنس. طب الميديان بيعمل ايه؟ بيعمل بايسكت للبيس، يعني كده عندي الدي سي قد الدي بي. طب هنا البوينت اوف انترسيكشن اوف ميديانز بتعمل ديفايد للميديان باي ريشيو 2:1 فروم ذا ايه؟ فروم ذا فيرتكس، تمام كده. طب احنا هنا لو المساله زي المساله عندنا ده وده باراليل، تمام، مش هنا 2:1، وطالما باراليل يبقى هنا برده 2 بارتس وهنا 1 بارت، يبقى هنا برده 2:1، تمام كده. طب نبص بقى لحاجه مهمه، انا طالما الاثنين دول باراليل يبقى انا عندي دون الترانجل اللي فوق سيميلر للترانجل الكبير. طب احنا يعني ايه سيميلر؟ يعني اخد سايد من هنا من الصغير على سايد من الكبير. طب السايد بتاع الصغير هيطلع 2، طب السايد بتاع الكبير كله هيبقى كام بارت؟ هيبقى اوفر 3، تمام كده. نفس النظام اللي هو الجزء دون اللي هو مثلا سميناه ام اكس، وهنا دون اللي هو مثلا نسميه هنا الدي سي، يبقى الجزء ده بالنسبه للجزء ده هيطلع 2/3. نشوف بقى المساله اللي معانا، ادي المساله قال لي ام بوينت اوف انترسيكشن اوف ميديان، طالما ده يعني يبقى دون يبقى ده ميديان، يبقى انا عندي الجزء ده قد الجزء ده هنسمي دي اكس، يبقى انا كده عندي الاكس بي ايكوال الاكس سي. وقال لي ان الام بوينت اوف انترسيكشن اوف ميديان، فاحنا قلنا بنعمل ديفايد لدون باي ريشيو كام؟ 2:1 فروم ذا ايه؟ فروم ذا فيرتكس، او 1:2 فروم ذا بيس، تمام كده. يبقى انا هنا عايز اجيب الريشيو بتاع الدي ام دون، يبقى انا بركز على الدي ام بالنسبه للبي سي كله. يبقى الاول هجيب الدي ام والبي سي. طب احنا هنا دون ده تراينجل صح، هناخد في سايد اللي هو الاي ام اوفر السايد الكبير اللي هو الاي اكس، تمام كده. في نفس الوقت هو في نفس دلوقتي اللي هو مين؟ اللي هو الام دي ده عشان ده سايد، والسايد الثاني الكبير اللي هو الاكس بي. طب الاي ام دي كام؟ دي 2، والاي اكس كام؟ 3. يبقى انا كده خدت بالي، عرفت ان الام دي اوفر الاكس بي عباره عن 2/3، يبقى دون الام دي بلس 2 اكس بي، يبقى الريشيو كام؟ 2:3. حلو الكلام. انا عايز اجيب بقى علاقه الاكس بي بالبي سي، هي الاكس بي قد ايه من البي سي؟ هي نصها. يبقى انا هنا عندي ممكن اشيل دون، يبقى انا كده عندي وصلت ان الام دي 2/3 الاكس بي. طب انا ممكن اشيل الاكس بي وهي قد ايه من البي سي؟ هاف، يعني ممكن اقول برضو 2/3 واشيل الاكس بي اقول ان هي قد ايه؟ هاف البي سي. انا بعمل ده كله ليه؟ لان هو عاوز يجيب علاقه بين الام دي والبي سي. طب ال2 هتطير مع ال2، يبقى كده الام دي عباره عن 1/3 من البي سي، يبقى كده وصلنا ان الام دي سرد البي سي، يبقى هنا الام دي للبي سي هتطلع كام لكام؟ هتطلع 1/3. بنقول المساله تاني، دي بوينت انترسيكشن اوف ميديانز، يبقى هنا 2 بارت وهنا بارت، يبقى دي كلها دي اوفر دي، يبقى دي 2/3، يبقى ده 1 برده 2/3. حلو كده. طب لو دي 3 يبقى دي 3 زيها، يبقى ده قد ايه من ده؟ يبقى كان اللي فوق 2 واللي تحت 6، 2/6 بحل تاني هتطلع برضو 1/3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي السي بي بارلل للاي دي، وهنا 2.5 وده 6 وده 2، وطلب مني اجيب الاف دي اللي هو الجزء ده كام، تمام. ممكن واحد يقول يا مستر بارلل يبقى كده عندي الانجل دي قد الانجل دي، يبقى في سيميلر، يعني يبقى يقول سي بي اف، تمام كده، سيميلر للدي اي اف، ويشتغل عادي ويحط الايه فوق بعض. وفي طريقه بقى احنا خدناها اللي هو في الباراليزم في الاخر خالص، فاحنا واحد يقول لي طالما بارل يا مستر يبقى البارت ده اللي هو ده اوفر ده اللي هو 2.5 اوفر 6 هو ال2 اوفر الاف دي اللي احنا عايزين نجيبها. فاحنا هنستخدم الطريقه دي عشان تبقى سريعه، يبقى 2.5 اوفر 6 لان ده وان ايه نفس الستريت لاين او اللاين سيجمنت اوفر 6 ايكوال ال2 اوفر الاف دي اللي انا عايز اجيبها، وخلصت المساله. يبقى الاف دي ده تايم ده ديفايدد ده، يبقى 2 تايم 6 يبقى 12 اوفر 2.5، ونعملها بالكالكوليتر او تايم 10 تايم 10 120،
ودي 25 ديفايدد 5 تبقى دي 5 ودي ديفايدد 5 24 24 اوفر 5 اللي هي 4.8. السؤال بعد كده عندنا اي بي تانجنت للارج سيركل والاي اي تانجنت للسمول سيركل وعايز اجيب اللينس بتاع الاي بي ده كام. تمام، احنا خدنا في ثالثه اعدادي لو عندي دون كده تانجنت وهنا داين السنتر، فلو وصلت من السنتر فبيعمل ايه بقى؟ بيكون بيربنديكولار تمام كده اللي على الكورد دون، وفي نفس الوقت بيعمله بايسكت، يعني لو دي 3 هتبقى دي برضو ايه 3 زيها. تمام كده، فانا هنا هنجيب بقى كده خلاص خلصت المساله الاي بي باور 2 ايكوال، طبعا ادي الايه السيركل اللي هي اللارج سيركل، فكنا بنقول ال 2 تايم الجزء ده كله يبقى 2 تايم الجزء ده كله 2 و 3 و 3 3 و 3 6 و 2 هتطلع 8. خلصت المساله، يبقى هنا الاي بي باور 2 هتطلع 16 ومنها الاي بي بس تطلع روت 16 تطلع كام؟ تطلع 4 سنتيمتر. يبقى نقول المساله ثاني، انا عندي ده تانجنت الاي بي سكوير، فده عباره عن الاي سي تايم الاي دي كله. تمام كده، طب بالنسبه للصغيره السمول سيركل طالما تانجنت فلما اوصل من السنتر بيكون بيربنديكولار على الكورد لما خدناه في ثالثه اعدادي، لو عندي سيركل زي كده وده كورد كده وعملت دون بيربنديكولار، فالبيربنديكولار بيعمل بايسكت، وطبعا خدنا لو هو تانجنت يبقى من هنا هيكون ايه بيربنديكولار، فدي كان فيها جزئين مع بعض، يبقى الاي بي باور 2 2 تايم الجزء ده كله 2 3 و 3 8 2 باي 8 16 خدنا الروت بتاعها طلع في الاخر 4 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده ادانا اي بي سي تراينجل وادانا الانجل بي ايكوال الانجل اي سي دي والجزء ده هو اي دي بواي وده زد وده اكس، وادانا الاكس سكوير ماينس الواي سكوير ب 16 وطلب مني اجيب اللينس او اجيب الواي زد ايه بكام اللي هي واي تايم زد يعني. طب انا هنا عندي ايه؟ انا عندي تراينجل اهو والتراينجل الكبير. تمام كده، فاحنا عشان كنا نعمل السيميلارتي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشوف الانجل المتطرف، دي متطرفه ودي متطرفه تمام، بس دي موجوده دي اللي مش موجوده، يبقى انا ببتدي بالانجل ده، بتبقى الانجل دي هي الكومون. يبقى هنا عندي اي وادي النقطه وادي السيرت، وهنا دي الاي وادي النقطه وادي السيرت، يبقى انا عندي تو تراينجل مين اي سي دي، يبقى عندي تراينجل اي سي دي سيميلر للتراينجل الثاني، بدينا من الاي صح، يبقى اللي هي الكومون النقطه هنا كانت سي هنا بي وبعد كده مين السي، يبقى هنا عندي اي سي دي والثانيه اي بي سي. تمام كده، ننقلها تاني تحت عشان ايه نعرف نشتغل فيها، يبقى انا عندي كده تراينجل اي سي دي سيميلر للتراينجل اي بي سي، واللي بعد كده بقى احنا ايه حافظينه وفاهمينه كمان، بنعمل امبريلا اي سي سي دي دي اي، نفس النظام هنا ال اي بي ال بي سي ال سي اي، بنعمل سبستيتيوشن ال اي سي في المساله اللي هو كان مين ال اي سي اللي هو الاكس والاي بي اللي هو الواي بلس الزد، يبقى عندنا فوق هنا اكس وتحت الواي بلس زد ايكوال السي دي والسي بي الاثنين ولا السي دي موجوده ولا السي بي موجوده، يبقى الجزء اللي في النص ده ملوش لازمه. بعد كده الدي اي والسي اي، الدي اي كام؟ الدي اي واي، وبعد كده سي اي اكس يبقى واي اوفر اكس. الخطوه اللي بعد كده هنعمل كروس مالتيبيكيشن، اكس تايم اكس هتبقى اكس باور 2 واي تايم واي واي باور 2 بلس واي باي زد هتبقى واي زد، انا ده كل الفيلم ده كله عشان اجيب الواي زد. تمام كده، فخليها وحدها ودي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، هتبقى اكس باور 2 ماينس الواي باور 2 ايكوال الواي زد اللي هي الواي تايم الزد صح كده، وهو اداني في الجيفن ان الاكس بار 2 ماينس الواي بار 2 ب 16، يبقى انا هشيل البارت دون هيبقى 16، يبقى كده الواي زد ايكوال كام؟ ايكوال 16، يبقى الاجابه هنا عندنا طلع 16. المساله اللي بعد كده بيقول لي الدايمتر للسيركل 12، يعني الدايمتر من الاول لاخر 12، يبقى طبعا الجزء دون هيطلع كام؟ هيطلع 6 سنتيمتر، وقال لي هنا الام سي ايكوال، لا الام سي ايكوال السي بي، يبقى ال ام سي ايكوال السي بي هسميها دي اكس ودي برضو اكس، وقال لي هنا الاي سي اللي هو الجزء دون عباره عن بي سي بلس 1، طب انا سميت البي سي اكس يبقى ده هيبقى اكس بلس ال 1. تمام كده، طالب مني بعد الكلام ده كله اجيب الاي بي اللي هي اكس واكس بلس 1، يعني اجيب ال 2 اكس بلس 1، اجيب الاكس الاول، ف
فانا هنا خدنا لو عندنا ده كورد ولو عملت له هنا انترسكت الكورد تاني كنا بنقول ايه؟ بنقول الجزء ده تايم الجزء ده، يبقى هنا ده كله ده تايم ده كله. نفكرها مع بعض، لما خدنا لو عندي سيركل زي كده وهنا في كوردس ادي A B و C D انترسكت عند ات البوينت E، فبنقول ان الاي سي تايم الاي دي ايكوال الاي اي تايم الاي بي، ده اللي هعمله في المساله. تمام كده؟ يبقى انا عندي الجزء دون كده اكس بلس 1 وهنا اكس، يعني اكس تايم اكس بلس 1، يبقى اكس تايم اكس بلس ال1 ايكوال الجزء ده كله، دي هنا دي 6 ودي اكس، يبقى هنا عندي 6 بلس اكس تايم الجزء اللي تحت ده. طب الجزء اللي تحت هجيبه ازاي؟ انا عندي هنا ده الريديوس اسام ب 6، يبقى ده 6 صح؟ يبقى الجزء ده كله 6. طب انا ال 6 ده كله شلت منه اكس، يبقى فاضل كام؟ الجزء ده هيبقى 6 ماينس اكس، يبقى تاني ده تايم ده يدينا ده تايم ده، ده باين اكس بلس 1 وهنا اكس، وهنا دون باين اللي هو 6 بلس اكس. تمام؟ انا عندي ده كله ب 12، مش الريديوس ده ب 6، يبقى الريديوس ده ب 6. تمام كده؟ طب دون ال 6 دون شلنا منه اكس، يبقى فاضل ايه؟ 6 ماينس اكس، يبقى هنا عندنا x تايم x بلس 1 ايكوال 6 بلس x تايم 6 ماينس x. x تايم x هتبقى x باور 2، x تايم 1 x ايكوال، طبعا الاثنين دول زي الكونجوجيت، الفيرست مع الفيرست هيدينا 36 ماينس ال x باور 2. تمام كده؟ x باور 2 ماينس x باور 2 هتجيلي هنا بالبوزيتيف، هتبقى 2 x باور 2 بلس ال x، وال 36 تخش بالنيجاتيف، طبعا لازم اخليها ايكوال 0 عشان اعملها فاكتورايز. وبعد كده استخدم الآلة، واللي مش عاوز يستخدم الآلة بقى يستخدم المقص السيزر. هنا 2x وx، واللي عاوز الفكرة رقمين اعملهم تايم يدينا 72، الفرق بينهم 1 اللي هي 8 و 9. طب 2 باي كام تبقى 8؟ يبقى هنا 4. طب 4 باي كام؟ 36 9. تمام، الكبير فيهم هياخد البوزيتيف، يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف. طبعا هنا الx نيجاتيف 9 اوفر 2 ريفيوزد، يبقى في الاخر الx تطلع بكام؟ تطلع ب 4. خلص المسألة؟ لا، ده هو عاوز الاي بي. طب الاي بي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكس بلس 1 واكس. طب الاكس جبناها 4، يبقى 4 1 5، 5 و 4 تطلع في الاخر كام؟ تطلع 9، يبقى 4 بلس 5 الاي بي في الاخر طلع 9 سنتيمتر. مسألة تانية برضو فكرة قريبة منها، هنا الجزء ده 4 وده 6 وده 2 وده اكس. طبعا احنا كنا بنشتغل لازم اجيب ايه؟ الكورد كله في السيركل، يبقى لازم تبقى كده. فانا اداني هنا هاف بس، فانا بكمل دي كده واكمل دي كده. انا عندي هنا دي 2 ودي اكس ودي 4 ودي 6، يبقى اجيب الجزء ده كام؟ اديها مرسومه في رسمه ثانيه هنا عشان تبقى اوضح شويه واكبر. يبقى هنا اداني دون السيمي سيركل اللي هو نص دايره، ادانا طبعا ما ينفعش اشتغل على كده، فانا بكمل السيركل كلها. طب ده السنتر، فالجزء دون الراديوس اكس بلس 2، يبقى اللي تحت برضه اكس بلس 2. طب ال 2 ال 2 كوردس انترسكت ات البوينت دي، يبقى انا عندي 2 تايم الجزء ده كله ايكوال 4 تايم الجزء ده كله 4 باي 6 يعني. فبنقول هنا 4 تايم 6 ايكوال الجزء اللي فوق 2 تايم الجزء ده كله اللي هو اكس واكس، يبقى 2 اكس و2 يعني 2 اكس بلس 2. تمام كده؟ 4 باي 6 24 ايكوال، انا ممكن افكه طبعا، ممكن الاسهل بالنسبه لي ان انا اعمل الاثنين ديفايد 2، ديفايد 2 هتطير، يبقى هنا فاضل 2 اكس بلس 2، والناحيه الثانيه ديفايد 2 تطلع 12، يبقى 2 اكس بلس 2 هتوديها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، 12 ماينس 2 تطلع 10، ومن الاكس اللي انا عايز اجيبها 10 ديفايد 2 في الاخر الاكس تطلع ايكوال 5. يبقى الفكره بتاعتها هي كده ناقصه، فانا كملتها كده. وده وان اكس عشان ده من السنتر، اكس بلس 2 يبقى الريديوس هنا برضه اكس بلس 2، وده تايم ده يدينا ده تايم ده، وبعد كده ايه؟ الجبر، الجبر عادي يعني. المسألة اللي بعد كده ادانا اي بي سي تراينجل، والجزء ده 6 والحتة دي 5، وادانا الانجل دي قد الانجل ايه. طب فين الانجل المطرفة؟ يا اما دي ودي، بس دي موجودة، يبقى انا عندي الانجل دي هي اللي ايه؟ اللي هبتدي منها لان هي الكومون، فبقول يبقى انا عندي تراينجل بي اي سي، ادي انجل كومون وادي انجل، والناحية التانية بي دي اي ادي اللي هي الكومون وادي الانجل، يبقى تو انجل وتو انجل، يبقى التراينجل الصغير دون سيميلر للتراينجل الكبير. ببتدي من الفيرتكس، يبقى انا كده عندي التراينجل BAC similar للترينجل التاني BDA. وبعد كده بقى احنا عارفين الجزء اللي بعد كده، فبنعمل هنا ريشيو وريشيو وريشيو، بنحط ال BA الامبريلا بتاعتنا، وال AC وال CB هنا ال BD، وبعد كده ال DA، وبعد كده ال AB،
وبعد كده بنعمل substitution. ال بي بكام في المسألة؟ ب 6، يبقى نشيل دون نحط مكانه 6 over ال بي دي، الجزء ده كله بي دي، تمام كده. هو عاوز يجيب البي سي هنسميها اكس، يبقى البي دي كله عبارة عن ايه؟ اكس بلس 5، يبقى هنا تحت اكس بلس ال 5 هنقول ايكوال، الاي سي مش موجودة والدي اي مش موجودة، يبقى الجزء ده ملوش لازمة. بعد كده السي بي اللي هي سوري السي بي اللي هي هنسميها اكس، والاي بي اللي هي كانت كام؟ ال AB في الرسم اللي هي 6. وبعد كده نعمل كروس مالتيبليكيشن، 6 باي 6 36، يبقى هنا عندي 36 ايكوال اكس سكوير اكس باي 5 5 اكس. طبعا دي ما ينفعش احلها كده، لازم اخليها ايكوال 0، يبقى نقول الاكس سكوير بلس ال 5 اكس، ادخل دي بالنيجاتيف، نيجاتيف 36 ايكوال 0، رقمين اعملهم تايم يديني 36 والديفرنس 5، طبعا هي كام؟ هي 9 و 4، 9 باي 4 36، او بالكالكوليتر اللي مش عارفها، الكبير ياخد الميدل ودون، طبعا هنا الاكس نيجاتيف ريفيوزد، وهنا يبقى الاكس في الاخر تطلع بكام؟ تطلع ب 4، والاكس اللي هي البي سي يبقى البي سي ايكوال كام؟ ايكوال 4 سنتيمتر.